هذا وانتهى ديربي متيجة بين أمل الأربعاء ووداد بوفريق بنتيجة التعادل لإيجاب هدف في كل شبكة، وهي نتيجة التي لا ترضي الفريقين نظرا للوضعية الصعبة التي يتواجدان فيها. بدر الدين حجام عاد بالتالي. احنا كنا فايزين بالمقابله حتى الدقائق الاخيره، رغم ذلك نظن انا باللي اللاعبين مشكورين بال 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 بالاداء هذاك ولا بالاراده ولا العزيمه. دومينينا كاع الماتش، كنا رابحين 0 بي ميتون، جاونا لي زوكازيون ديجا ميتون ما قدرناش نكونكريتيزيوهم. بالاريتي واش راح دير فوت، انا ما نشوفها ايماجينير، ما فهمتش انا كيفاش يصير لها. المشكل المالي سي ابار، كما نقولوا الروندمون سي ابار. اون سي فري تاثر شويه مشكل مالي، ان شاء الله يغيست سان ماتش يفو غاني الماكسيموم. فوتبول ما يتمشاش هكذا، ماشي كي تجيب اشي ولا اميري ولا تجيب تال باش تقول بلي ودي نسلكهم، نو لازم توقف. شي جوار ماشي غير مديت له محسوب دراهم، جوار كيشوفك واقف معاه واقفين كاع كيف كيف وواقفين كاع على هذه ليكيب، تماك اللي يزيد يتموتيفا الجوار ويلعب. قبل ما ندخلوا في دوزيام ميتون في الفيسيرو كامل، لونطينر عطانا دي كونسين وموتيفانا وكامل باش نعاودوا نولوا في الماتش، نعاودوا نولوا في السكور.